السلام عليكم. في الفترة من 2013 إلى 2015 طالبان رفضت مقترحا أمريكيا خطيرا بشأن إيران. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت مصادر مقربة من الوفد المفاوض لحركة طالبان في الدوحة بأن الحركة الأفغانية رفضت طلبا أمريكيا خاصا بشأن إيران. ونقلت وكالة فارس يوم الخميس عن مصادر مقربة من الوفد المفاوض لحركة طالبان في قطر أن المندوب الأمريكي أعلن استعداد بلاده خلال اللقاء الأخير لإفراج عن قسم من أموال أفغانستان المحتجزة لدى بلاده مقابل قيام أفغانستان بدور ما لزعزعة الأمن في إيران. وأكدت المصادر أن حركة طالبان رفضت المقترح الأمريكي، والذي جاء خلاله على لسان المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون أفغانستان توم ويست، حيث طلب صراحة أثناء انعقاد لقاء متعدد مع وفد الحركة بأن تتحول أفغانستان خلال حكم الإمارة الإسلامية إلى قوة مزعزعة للأمن في إيران. وأشارت المصادر المقربة من الوفد الأفغاني المفاوض بأن المقترح الأمريكي قد قدمه توم ويست خلال الأعوام من 2013 إلى 2015، حيث طرحته الإدارة الأمريكية آنذاك أكثر من مرة، وأن حركة طالبان كانت ترفض دوما هذه الاقتراحات رغم الأوضاع الصعبة والمواجهات العسكرية والاشتباكات المسلحة بين الحركة نفسها وأمريكا. وفي سياق متصل، عاد ما لا يقل عن 4000 لاجئ أفغاني إلى وطنهم عبر معبر زابول في الثالث من الشهر الماضي حسب ما ذكرت وكالة أنباء خان بريس يوم الاثنين نقلا عن مسؤول أمن الحدود الإيراني. وأفاد ضباط الحدود الإيراني إن هؤلاء اللاجئين الأفغان اعتقلوا بسبب الدخول غير القانوني إلى إيران، ثم إعادتهم لاحقا إلى أفغانستان. كما تم القبض على بعض المهاجرين الأفغان بسبب الانتهاء صلاحية جواز سفرهم حسب ما نقلت وكالة جنوب آسيا للأنباء. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.